الحاكم وإنما قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أي نبي يجي يقول الكلام ده لقوم؟ وربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أشد الناس عذابا يوم القيامة، أو أشد الناس عذابا يوم القيامة، رجل قتله نبي، قتلوا نبي، وأن ما يدعون من دونه والباطل. قال رجل قتله نبي أو قتل نبي، وربنا قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ أنتوا بتقتلوا الأنبياء ليه؟ وده فعل بني إسرائيل. كل ما يجيب نبي يقول له ما اعبدوا الله وخلوا العبادات الباطلة يقتلوه. ربنا قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، يعني شيء مخالف لمزاجك، يقول لك الله الشغل ده ما راكب راسي، كلام الجماعة ديال ما راكب راسي، واصلا نحن عارفين ما بيركب راسك، عارفين أول ما نتكلم في البرع الكلام ده ما بيركب راسك، لأنه أنت عندك البرع معظم، وعندك الصائم ديما معظم، وعندك المكاشي معظم، تخاف منه وتعتقد انه بينفع وبيضر. ونحن ما بنخاف الا من الله خلقنا ده. والله نحن ما بنخاف الا من الله خلقنا، ولا شفت لو كوركت ولو عملت اي حاجه ما بنخاف كله وما بنخليهم ابدا ابدا ما نخليهم. والله شفت لو الصوفيه قالوا تبنا البرع ضال والركان ضال والصائم ديما مجرم، بعد نجي نتكلم فيهم عشان الناس يحذروا، ما بنخليهم اصلا. دي شغلتنا انت قاعد شغلتنا شنو؟ بس شغلتنا الجماعه دي الصوفيه دي نتكلم فيهم ونبين باطلهم والضلال الذي انطووا عليه والذي نشروه. قال وإمام ضلالة، أئمة الضلال كتار، أئمة الضلال كثر، والله لا حصر لهم ولا عدد جوا البلد دي وبر البلد دي. واليومين دي في واحد لافي في القنوات اسمه محمد المنتصر الليزيري، هذا الرجل الضال المنحرف المبتدع الذي يجيز السجود لغير الله، والذي يجيز دعاء غير الله، والذي يعتقد أو يقول بأن غير الله له أن يخلق. ده ما يتكلموا فيه، يتكلموا في منه بيجيبوا لك في النيل الأزرق وفي قناة جون، والقنوات الكثيرة دي تنشر للزول ده. ونحن في حلقة هنا حلقة سايمة قال ما مسخنا مع الجماعة كلهم، لحد ما جاء الصوفية عملوا حلقة، أنصار السنة عملوا حلقة، السرورية عملوا حلقة، والعطالة اللي بيجوا كوركوساي لا يعلم عددهم إلا الله. وشغلة ماشية يا زول، الشغلة دي ماشية، الدين ده ماشي، والله الدين ده سيل. شفت التوحيد ده سيل، تقف قدامه تلقى نفسك في المحيط الهادي هناك، تلقى نفسك بعيد. عشان كده ده ما تحارب دين الله، أوعك أوعك تحارب دين الله. عندك أي حاجة كن من جند الرحمن. والله جد انت كان تبى الشغله دي ما قادر عليها وغالباك وخايف، اسكت سايب ابقى بعيد. في ناس طالعين للشغله دي، طالعين للتوحيد ودعوه الناس الى التوحيد، ويتحملوا الاذى من اجل تبليغ التوحيد، ولا يخافون في الله لومة لائم. عشان كده ربنا قال احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وربنا قال في القرآن، يا سلام شوف القرآن ده، القرآن ده ما بوريك، والقرآن ده بيخليك تفتح، والتوحيد التوحيد ده والله بيخليك تفتح. زي ما قال واحد من الجماعة وقال كنت شغال مع الجماعة السحرة وربنا هداه، قال التوحيد ده زي البطارية اللي فيها حجر، زول ما عنده توحيد زي البطارية اللي ما فيها حجر. والله الزول ده نصيحته كلها يمكن بس ألخصها في الشغل ده، وفعلا توحيد ده بينوريك، توحيد بيخليك راجل، توحيد بيخليك تعتقد أن غير الله عز وجل بيده كل شيء. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال وإمام ضلالة. ليه أشد الناس أئمة الضلال؟ لأنهم صرفوا الناس عن الصراط المستقيم ووجهوا الناس إلى صراط الجحيم. عشان كده ربنا قال في القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أنت عارف يعني السبل يعني شنو؟ السبل يعني الطرق، الطرق يعني الطرق الصوفية، القادرية المكاشفية، القادرية صاد قاب، القادرية معارب بدرابية، التجانية السمانية الختمية البرهانية الركانية التسعينية النقشبندية السهروردية، دي كلها طرق إبليسية كلها.
طرق إبليسية ما فيها ولا طريقة حقت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الدليل أي طريقة تنسب لصاحبها، أي طريقة ينسبوها لصاحبها، ما بيقولوا دي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا دي الطريقة التجانية حقت التجاني، السمانية حقت السماني، ونحن جينا في المحل ده نقول لك أكفر بالطريقة التجانية، أكفر بالطريقة السمانية، أكفر بالطريقة الختمية، أكفر بالطريقة الركانية، أكفر بالطريقة التسعينية، واقبل على صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بزعلك؟ الكلام ده ما بزعل زول، إلا في زول في قلبه مرض، وربنا قال عن هؤلاء في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلبه مرض، وكمان ربنا تاني يزيده مرض. ليه؟ لأنه ما يقبل الحق، وما يقبل التوحيد، وما يقبل دين الله، وما يقبل الكلام في أهل الشرك، ده في قلبه في مرض، والله في قلبه في مرض. ونحن ما جايين نشاكل لنا زول، عشان ما تقول أنا جاي بتاعي مشاكل، ما جايين نشاكل زول، دايرين المحل ده هنا معروف عندنا حلقة كل سبت وأربعاء وتدعو إلى توحيد الله عز وجل. قال وإمام ضلالة وممثل من الممثلين، والتمثيل إنما يكون في الجثث، التمثيل بيكون في الجثث. الزول لما يقتلوه في معركة ولا غيره ولا غيره، يعني كان التمثيل بقطع الآذان وبقر البطون وقطع الآذان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أن هؤلاء أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. فالإنسان يحذر، ما تبقى تابع لأئمة الضلال، اتبع الكتاب والسنة، واتبع المنهج السلفي الذي رسمه الله وأمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن شاء الله أنا أكتفي هذا القدر، أقدم أخونا محي الدين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم لا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.